السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشره اخبار تاسعه البدايه بالعناوين. وفود من منظمه التحرير تجوب العالم قريبا لوضعه امام مسؤولياته ولاسقاط صفقه القرن. العاهل الاردني يؤكد انه لا حل للقضيه الفلسطينيه الا من خلال حل الدولتين. والاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها وفي النشرة أيضا واحد وثلاثون عاما على استشهاد القائد خليل الوزير أبو جهاد أهلا بكم إلى التاسعة استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رملة وفدا من حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس وهنأ سيادته الشبيبة ذراع الطلابي لحركة فتح بالفوز في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة القدس بحصولها على 31 مقعدا مؤكدا أهمية استمرار الحياة الديمقراطية واعرب سيادته عن تمنياته للمجلس الجديد بالنجاح في خدمه الطلبه ورفع مكانه الجامعه قال رئيس الوزراء ان الحرب السياسيه والماليه التي تشنها الولايات المتحده واسرائيل يجب ان تجابها بتاسيس اتحاد دولي يضم الدول المؤمنه بالقرارات الدوليه الداعمه لحق شعبنا في تقرير مصيره واقامه دولته على حدود 67 والقدس عاصمه لها مع حل قضيه اللاجئين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مكتبه برام الله واوضح رئيس الوزراء ان الاجراءات الاسرائيليه والامريكيه بما يشمل الحديث عن ضم اجزاء من الضفه مدمره للعمليه السياسيه وان على الاطراف الداعمه لحل الدولتين ان تتالف لمواجهه الموقف الامريكي والاسرائيلي واستقبل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتي في مكتبه برام الله قناصله وممثلي الاتحاد الاوروبي حيث اطلعهم علي اخر التطورات السياسيه ومستجدات الاوضاع في فلسطين والخطط لمواجهه الحرب الماليه والسياسيه التي تقودها الولايات المتحده واسرائيل تجاه شعبنا وبرنامج عمل الحكومة بناء على رسالة التكليف من قبل السيد الرئيس محمود عباس هذا وطلب اجتيال الاتحاد الأوروبي بالإسراع للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفي سياق متصل التقى بمبعوث الاتحاد الاوروبي لعمليه السلام في الشرق الاوسط سوزان تريستال مشددا على ضروره ان يقوم الاتحاد الاوروبي الى جانب الدول العظمى كروسيا والصين ودول البريكس والدول العربيه بعقد مؤتمر سلام دولي ردا على متسمى صفقه القرن هذا وبحث رئيس الوزراء محمد اشتيا خلال استقباله ممثل كندا لدى فلسطين في مكتبه برام الله سبل تعزيز التعاون ما بين كندا وفلسطين خاصه في قطاع العداله واكد اشتيا خلال اللقاء على انه لا يمكن القبول باي حل اقتصادي دون حل سياسي فيما يروج لصفقه القرن الامريكيه ولا يمكن القبول به لأنها أخرجت القدس واللاجئين والحدود والثوابت الفلسطينية منها إلى ذلك استقبل رئيس الوزراء السفير اليابانية لدى إسرائيل حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشاريع اليابانية خاصة استكمال مدينة أريحة الصناعية الزراعية مشروع ممر السلام والازدهار. اكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتي خلال تسلمه مهامه مسيرا لاعمال وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه ان الرد على ما تسمى صفقه القرن يكون بوحدتنا الوطنيه. حكومه بتوجيهات الرئيس فيها خمسة وزراء من غزة ثلاثة نساء مسلمين ومسيحيين فيها من الشباب فيها من الجغرافيا فيها من القدس فيها فيها كل ما هو يجب أن يكون هو موجود والباب مفتوح لمن لا زال يناقش في فصائل اللي لسه بتناقش فيما بين أنفسهم سنبقي الباب مفتوح لكل الناس لأنه بالمجمل العام ردنا على صفقة القرن هو بوحدتنا الوطنية وردنا على اجراءات الحرب الماليه احنا اليوم يا اخوان بنعيش حرب ماليه تشنها علينا الولايات المتحده واسرائيل وانا بقول لكم نقف اجلال واحترام لشعبنا اللي ما قالش اخ هذا الشهر الثاني الناس بتاخذ 50% رواتب وما حدا قال اخ ليش لانه في هدف نبيل في هدف نبيل اسر الشهداء عزيزه علينا واسر الاسرى عزيزه علينا وسنبقى اوفياء للناس إلى ذلك دعشتي كافة الموظفين في الوزارات ومختلف المحافظات للمشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق يوم غد دعما وإسنادا لأسران البواسل في سجون الاحتلال غدا يوم الأسير وأنا الرئيس وجهني هذا اليوم أن تقوم الوزارات بالمشاركة بوقفات غدا من الساعة 12 للساعة الواحدة والنصف دعما وتضامنا وتاييدا لاسرانا في سجون الاحتلال، وهذه سنجعل منها سن سنويه الى ان يتم تبييض السجون من اسرانا البواسل. جاء حديث الشيخ خلال تسلمه مهامه مسيرا لاعمال وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه من وزيرها السابق يوسف دعيس. وقال رئيس الوزراء ان وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه هي عصب الامن القومي وحاميه السلم الاهلي والمجتمعي. شارك رئيس الوزراء محمد اشتيا في ندوة لمناسبة أحياء الذكرى الحادية والثلاثين لاستشهاد خليل الوزير أبو جهاد نظمتها مؤسسة خليل الوزير في متحف محمود درويش بمدينة رام الله هذا واستعرض رئيس الوزراء أهم مناقب الشهيد أبو جهاد ومحطاته النضالية في هذا التقرير نتابع المزيد واحد وثلاثون عاما مرت على جريمة اغتيال أحد أكبر وأهم رموز الثورة الفلسطينية خليل الوزير الذي ارتقى شهيدا في تونس حركة فتح أحيت في رام الله ذكرى استشهاد الوزير بحزن وألم على فراقه مهما نكتب عن أبو جهاد لن نوفيه حقه لأنه كيف يوصف الصمت كيف يوصف صمت أبو جهاد كيف يوصف إقلال أبو جهاد بالحديث إلى الصحافة كيف يوصف أبو جهاد الذي كان يرد على كل أزمة سياسية بفعل سواء كان هون أو هناك أو عمل عسكري أبو جهاد كان يخرجنا من المآزق السياسية بعمل عسكري دائم وينقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى ولو كان أبو جهاد عايش وإحنا في هاي الأزمة السياسية كان يمكن انتقلنا إلى مرحلة أخرى ومن نوع آخر لا شك أنها ذكرى مؤثرة ضاغطة على مشاعرنا إلى درجة كبيرة للغاية لاننا نتحدث عن قائد متميز الى درجه كبيره للغايه فقدانه شكل خساره كبيره جدا في نفس الوقت الذي نفتخر بخليل الوزير نفتخر بانه قائد من قاده هذا الشعب الفلسطيني والكل يدرك ذلك كان هذا الحضور لديه في قلوب كل الفلسطينيين وايضا في قلوب العرب، في قلوب الكثير من الشعوب ال ال الساعيه من اجل الحريه في العالم، في قلوب حركات التحرر من اجل ذلك فقدانه احدث الما كبيرا وصدمه بالنسبه للجميع. الفعاليه التي حضرها رئيس الوزراء محمد اشتيه وحشد غفير من قياده وابناء شعبنا. تخللها العديد من الكلمات التي ذكرت ماثر الشهيد ودوره الوطني والنضالي في مكافحه الاحتلال. اسرائيل ابو جهاد يعني كان هدفها انها تقضي على الانتفاضه وتقضي على نضال الشعب الفلسطيني ولكن الشعب الفلسطيني هيو بعد 31 عام من استشهاده لازال مستمر في مقاومته وفي تصديه وفي صموده ضد كل الاجراءات الاسرائيليه. المشاركون في احياء الذكرى اكدوا استمرارهم على نهج الوزير ورفاق دربه في مقاومه الاحتلال. رافضين كل الضغوطات التي تحاول اداره ترامب فرضها على قيادتنا مهما كلفت الثمن. موسى حسين تلفزيون فلسطين. هذا وتوافق اليوم الذكرى الحادية والثلاثون لاستشهاد القائد خليل الوزير أبو جهاد نائب القائد العام لقوات الثورة مهندس الانتفاضة الأولى الذي اغتالته يد الغدر الإسرائيلية في منزله في تونس نودعك اليوم يا أبا جهاد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يسكرون لا نملك من الأبجدية حروفا تسعفنا على سرد شريط الذكريات بأكمله ولا يكفي يوم السادس عشر من نيسان لحكاية الشهداء وأوجاعهم وأحلامهم في تركيب الوطن وإعادته حجرا حجرا منقوش عليه أسماء قادة مروا من هنا وكتبوا قصص الثورة والنضال ولنتذكر اول الرصاص واول الحجاره امير الشهداء ابو جهاد. ولد القائد خليل الوزير في الرمله التي غادرها بعد حرب النكبه وعائلته وكرس نفسه للعمل الوطني للدفاع عن المسلوب واسترداده انطلاقا من غزه وانتخب مينا عاما لاتحاد الطلبه فيها. درس في مصر ثم غادر الى السعوديه للتدريس والتقى ابو عمار عند انتقاله الى الكويت وشارك معه في تاسيس حركه فتح وتولى مسؤوليه مجله فلسطيننا التي انتثرت في العالم باكمله. ابو جهاد هو رجل الثوره المؤسس الاول هو وياسر عرفات هي الخليه الاولى فهو رجل القرار. والاصرار والاراده والنار التي اشعلت سماء الامه وفرضت فتح انبل ظاهره وجدت بعد معركه الكرامه والرقم الصعب في معادله الصراع في الشرق الاوسط. العديد من الانجازات غير المتناهيه من طفولته الى شبابه حيث كان مناضلا صلبا على طريق الحريه مسكونا بفتح وبفلسطين بارهاب متميز خرجت العصابات الاسرائيليه لتفجع الثوره عام 88 وتقتل مهندسها فجعل ذلك من رحيله جرحا حتى النخاع وبات ابريل حزينا لا يبتسم بعد ان حاول الاحتلال ان يطفئ الانتفاضه فتوهجت دماء ابو جهاد وصنعت لرفاقه شقائق نعمان تبني السلام والحريه وكما قال درويش هناك أمام الشجرة التي غرسها وتحت الراية التي رفعها هناك سيختلط العيد بالحداد هناك سنجهش أين أبو جهاد لتلفزيون فلسطين ياسمين هذا وشهدت مخيمات الشتات في لبنان فعاليات شعبيه احياء لذكرى استشهاد القائد ابو جهاد خليل الوزير ودعما للاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي. في نيسان لا شيء للنسيان، بل استذكار لاحداثه المره والتزام بمناسباته. ذكرى استشهاد القائد ابو جهاد الوزير ويوم الاسير تصدرا الفعاليات في لبنان وفي مقدمتها الوقفه الجماهيريه في مخيم شاتيله. لا يمكن للمؤامره ان تمر، طالما هناك شعب فلسطيني صامد لا يمكن ان تمر، ولهذا السبب ننادي كل الفصائل الفلسطينيه على ماذا نختلف؟ على ماذا نختلف؟ الجميع ضدنا، علينا ان لا نجعل هناك فراغاً من مخيم شاتيلا إلى عين الحلوة، حيث نظمت جبهة التحرير الفلسطينية وقفة تضامنية في يومها الوطني، عبرت فيها عن التمسك بمنظمة التحرير وحماية مشروعها الوطني، كما حيت الأسرى في المعتقلات، مجددة موقف القيادة الثابت تجاههم. لن يترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان. ويجب علينا القيام بأوسع حملة تضامن وإسنادهم شعبيا وجماهيريا، وإننا ندعم الأسرى في نضالهم المطلبي، ونحمل سلطة الاحتلال المسؤولية عن أي جرائم ترتكب بحقهم، من عاصمة الشهداء سنبقى أوفياء للقادة الشهداء ونبقى في عاصمة الشتات حيث أقامت حركة فتح مهرجانا جماهيريا إحياء لذكرى استشهاد القائد خليل الوزير ودعما للشرعية الوطنية وتجسيدا للالتفاف الجماهيري من الشتات خلف سيادة الرئيس محمود عباس مجرد الرئيس أبو مازن أن يقول لترامب لا ولن نقبل بالتنازل عن ثوابتنا وعن حقوقنا. ولن نرضى ان نتنازل عن القدس ولا عن اللاجئين ولا حتى عن حقوقنا الماليه اللي هن اليوم الاسرائيليين بداوا يخصموها مشان ما ندفعش للشهداء. الا يستحق ابو مازن نقول له الله يعطيك العافيه. حتى كلمه الله يعطيك العافيه مش موجوده ممنوعه. ان المؤامره على قضيتنا وهويتنا الوطنيه وعلى كل مكونات شعبنا الفلسطيني وفي المقدمه منها منظمه التحرير الفلسطينيه قديمه جديده وجديدها اليوم صفقه القرن المهرجان دعا إلى رص الصفوف في هذه المحطة المفصلية من تاريخ قضيتنا والاستعداد لمرحلة صعبة تواجه بالعزيمة والتمسك بالمشروع الوطني ورمزه سيادة الرئيس. الفعالية الشعبية هنأت الشعب الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور الشيخ مؤكدة أن إسنادها هو جزء من دعم المشروع الوطني في مواجهة الصفقة الكبرى. من عاصمة الشتات عين الحلوة زين عبد الصمد تلفزيون فلسطين. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن وفوداً من اللجنة التنفيذية ستتوجه إلى أرجاء العالم قريباً لتضع العالم أمام مسؤولياته في ظل ما يرشح حول صفقة العار الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية. في ظل ما يرشح من معلومات تكشف ملامح صفقة العار التي يحيكها حفنه من المراهقين السياسيين الامريكيين بتعليمات من كبيرهم ترامب الذي علمهم السحر شرعت القياده بمعركه سياسيه تستهدف ارسال وفود رسميه الى ارجاء العالم واجراء لقاءات مع القاده والقوى السياسيه المؤثره بهدف بلوره تكتلات وتحالفات لاجهاض تمرير الصفقه المشبوهه هناك وفود من قبل القياده الفلسطينيه، من قبل اللجنه التنفيذيه ستذهب الى كل دول الجوار والاقليم ودول العالم من اجل التاكيد على اننا لن نرضخ ولن نقبل بصفقه العار التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه تمريرها وسنتصدى لها وسنضع اليات كفيله بتحقيق ذلك. تكثيف القياده الوطنيه من اشتباكاتها السياسيه والدبلوماسيه على المستويين الاقليمي والدولي. لتعبئه الراي العام الدولي وخلق مواقف مناهضه للصفقه الامريكيه عبر التحذير من مغبتها في ظل ابتعاد بنودها عما اقر في القانون الدولي لحل الصراع وانعكاسات ذلك على ديمومه الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط التي تسعى واشنطن الى تخريبها وتحويلها الى مرتع تولد وتنمو فيه قوى التطرف والارهاب الرئيس قرر ارسال مبعوثين لدول حول العالم من اجل التنسيق من اجل تنسيق المواقف من اجل توضيح الموقف الفلسطيني من اجل التاكيد على التزامنا بالقانون الدولي والتزامنا بمتطلبات السلام الحقيقيه وبالتالي ان لا يترك الشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه وكانهما لوحدهما في الساحه وانما هذا هذه المعركه هي معركه دوليه. التحرك السياسي المتوهج الذي تبذله القياده وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس مع بدء العد التنازلي لموعد اعلان صفقه العار دفعت الاداره الامريكيه الى اتخاذ سلسله من الاجراءات الاحترازيه كرفع حاله التاهب في قنصلياتها وسفاراتها بالعالم من احتماليه نشوب مظاهرات تنتج صدامات عنيفه احتجاجا على تلك الصفقه المنحازه عن ظهر قلب لاسرائيل ومشاريعها الاحلاليه تكثيف القيادة من مشاوراتها وتحركاتها السياسية على كافة المستويات ياتي في اطار جهودها المستمرة لحشد مواقف دولية مؤثرة في العالم لاسقاط دعائم مخطط صفقة العار الامريكية ودعم القيادة المحاصرة في مواقفها المتمسكة بالثوابت الوطنية. خالد مطاوع تلفزيون فلسطين. شدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على انه لا حل للقضيه الفلسطينيه الا من خلال حل الدولتين الذي يضمن اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقيه واكد خلال لقائه في قصر الحسينيه رئيس واعضاء كتله الاصلاح النيابيه ان الاردن لن يقبل بان يمارس عليه اي ضغط بسبب مواقفه من القضيه الفلسطينيه والقدس حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد سمير الحباشنة وزير الثقافة الأردني الأسبق عبر الخط الهاتفي أهلا وسهلا بك معنا سيد سمير مساء الخير أهلا وسهلا إذا نتحدث إن كنت تسمعني سيد سمير نعم، نتحدث اليوم عن ضغوط لا تمارس فقط على القيادة الفلسطينية، هذه الضغوط تمارس على دول عربية ومن بينها الأردن. العاهل الأردني غير مرة رفض مثل هذه الضغوط وأكد على المواقف الثابتة من قبل الأردن تجاه دعم القضية الفلسطينية. يعني ما طبيعة هذه الضغوط التي تمارس وكيف يمكن التصدي لها اليوم؟ سعدت مساء ومساء الخير على فلسطين وعلى شعبنا الشقيق وروحنا الشعب الفلسطيني في الداخل. سيدتي الموقف الاردني حازم وواضح يتماهى تماما مع الموقف الفلسطيني اللي بيمثله الرئيس عباس والقياده الفلسطينيه. نحن مع دوله فلسطينيه عاصمتها القدس كامله السياده مع ازاله المستوطنات وكل ما تضمنتها المبادره العربيه اللي طرحت في بيروت آه هذا الموقف يبدو له ثمن على آه فلسطين وعلى الاردن آه ضغوط آه واضحه آه لاننا بمجابهه آه ما يسمى بصفقه القرن الذي يبدو انها لا تحمل في ثناياها الا بعض المسائل الاقتصاديه بحيث ان القضيه الفلسطينيه بنظرهم انها قضيه خبز وقضيه استثمار ليست قضيه شعب وليست قضيه سياده وليست قضيه حقوق لشعب مكافح مناضل حيوي موجود على ارضه يسعى الى الى انعتاق والى قيام دولته ودحر الاحتلال. انا بعتقد سيدتي انه الضغوط لم تبدا بعد لكنها ضغوط الان سياسيه بمعنى ان نقبل بما يطرح علينا ويطرح على الشقان الفلسطينيين هذا امر بيحتاج انا سعيد كثير بانه اسمع انه بنشرتكم الان انه وفود فلسطينيه بدها تغادر الى العالم لشرح وجهه النظر الفلسطينيه لكن انا بظن ان الامر بحاجه اولا الى تماهي تام وتنسيق سياسي ودبلوماسي اردني فلسطيني ثانيا قبل ان نتوجه للعالم، التوجه الاردني الفلسطيني يجب ان يكون باتجاه العرب. آه العرب لا يجوز ان يقولوا والله وصايا هاشميه ويقولوا آه احنا مع آه الدوله الفلسطينيه نعم. على قاعده اذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا لقاعدون. استاذ سمير ال 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 التنسيق الاردني التنسيق الاردني الفلسطيني يعني هو عالي المستوى يكاد يعني هو موقف واحد يعني هذا يعني العيان جميعا يفهمون ذلك اسمح لي اذا سيد سمير اذا سمحت لي يعني جلاله الملك الان في الغضب يخرج مباشره في كلامه للعالم عن هذا الضغط الذي يمارس على المملكه الى جانب ما هو موجود في فلسطين انت برايك يعني حجم التنسيق العالي بين فلسطين كيف يمكن التوجه فيه الان وفد منظمه سيذهب الى العالم لكن في اطار العلاقه الاردنيه الفلسطينيه البينيه القويه كيف من الممكن ان يكون المشهد لمجابهه هذا الضغط الهائل؟ اولا اولا انا بعتقد مثل ما تفضل تنسيقنا عالي المستوى لكن انا أو اود اولا اذا لاحظت انت بالايام القليله الماضيه في حركه جماهيريه في الاردن تاييد لموقف الملك اتجاه يعني ممارسه الضغوط على الاردن اولا واثنين بتاييد موقف الملك بموضوع حل الدولتين و يعني المشروع الفلسطيني كما تطرحه وكما نطرحه أنا أعتقد أن هذا التنسيق يحتاج أولا إلى هب جماهيرية أردنية فلسطينية لنعبر لهم أن الجماهير الأردنية الفلسطينية ليست بمعدل عن قياداتها وعما تطرح قياداتها لا. ثانيا أنا بظن أنه لابد من مشاركة دبلوماسية وسياسية مشتركة حركة معا أن نكون معا بالتوجه بداية إلى العرب منيح آه الحديث مع المجتمع الدولي لكن العرب بدهم يقفوا آه هذا هذه القضية ليست قضية فلسطين وليست قضية الأردن وحدنا، آه والقضية ليست في حدود فلسطين آه أكلت يوم أكل الثور الأبيض دلالة على ذلك أنهم ضموا الجولان وبكرة يمكن يطالبوا في لا. أي بقعة فيها يهودي أو فيها قبر يهودي أكيد. بكرة في المدينة المنورة يتكي. بالتأكيد كل ما تتحدث عنه مهم للغاية ونشكرك جزيلا على هذه المداخلة سيد سمير الحباشنة وزير الثقافة الأردني الأسبق حدثنا مباشرة عبر الهاتف من عمان إلى ذلك جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها. هذا وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها وهذا ينطبق على مرتفعات الجولان في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وأدانت سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية واضافت موغريني ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان السلام في الشرق الاوسط يجب ان يستند الى حل سلمي للنزاع على اساس مبدا الدولتين. تعهد وزير شؤون القدس فادي الهدمي ببذل كافه الجهود من اجل تعزيز صمود المواطنين المقدسيين والنهوض بواقع مختلف القطاعات الحيويه. أو بالنهوض بمختلف القطاعات الحيوية وذلك في العاصمة المحتلة خلال استقبال له في مقر وزارة شؤون القدس من قبل قوى وفعاليات المدينة. في القدس هذه يوميات المواطنين. أسنان جرافات الاحتلال تلتهم المنازل بالجملة. والمقدسات الاسلاميه والمسيحيه في مرمى الاستهداف وتآكل في مختلف القطاعات بفعل اجراءات الاحتلال المنظمه لذلك تقع على عاتق وزير شؤون القدس الجديد فادي الهدمي مسؤوليه كبيره لتعزيز صمود المواطنين المقدسيين ببرامج مختلفه وهو ما ورد في الجلسه الاولى للحكومه نعم سوف نحاكي الظرف الآن العاجل الطارئ وسوف ندير الأزمة والهجمة نحو المقدسيين ونحو التجار ونحو أحياء القدس ومنازل القدس وكل مكان في القدس من خلال علاج كافة القطاعات سواء كان القطاع السياحي أو الإسكان أو الشباب أو المراكز المهنية أو كل الأطر والقطاعات الحاوية في مدينة القدس التكاتف وتوحيد المرجعيات لحمايه القدس ومعاونه القياده في تصديها لصفقه القرن ما اكدت عليه قوى وفعاليات المدينه خلال استقبال الوزير الهدمي وتكريم الوزير السابق في مقر وزاره القدس في بلده الرام هناك اراده وطنيه واراده شعبيه في المدينه المقدسه بمواجهه كل التحديات والقوانين الاسرائيليه الظالمه على مدينتنا المقدسه نحن نتمنى ان تكون الوزاره بحاله تكامليه مع كل فعاليات المدينه المقدسه وهذه التجارب اثبتت اكثر من مره بانه هذا الانسان المقدسي قادر ان يعني يفرض وجهه نظره وان يحافظ على ثوابته القدس ليست للبيع وهي عاصمه الدوله الفلسطينيه الابديه هذا ما يؤكده المقدسيون الذين انتصروا في باب الرحمه مؤخرا وقبلها في البوابات الالكترونيه وفي كل معركه الامر الذي استطيع اي وزير او مسؤول الاعتماد عليها عندما تكون القدس هي العنوان ذلك يشكل اكبر التحديات، لكن بوجود مواطنين مقدسيين نجحوا في كل الاستحقاقات في الحفاظ على عاصمتهم ومقدساتهم يكون التحدي اسهل. من امام مقر وزاره القدس في بلده الرامه، كريستين رناوي تلفزيون فلسطين، القدس المحتله. اصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلده حزمه شرقي القدس المحتله. هذا وافادت مراسلتنا بان الفتى اصيب في قدمه اليسرى ونقل على اثرها الى مجمع فلسطين الطبي بمدينه رام الله لتلقي العلاج. كما أصيب طفل يبلغ من العمر ست سنوات بجروح مختلفة في رأسه ووجهه إثر دهسه من قبل مستوطن في مدينة الخليل أفاد مراسلنا بأن المستوطن دهس بمركبته الطفل عمر رأفة السليمة أثناء عودته من مدرسته القريبة من مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق المحافظة هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم خيمتين في قرية سوسيا جنوبي الخليل وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال دهمت القرية وهدمت خيمتين واحدة سكنية تعيل عشرة أفراد والأخرى للأغنام تعودان للمواطن راض حسين النواجعة طلب أهل الأسرى كافة المؤسسات والمنظمات الدولية في اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال إسنادا ودعما للأسرى في سجون الاحتلال اعتصم دوهم وممثلو المؤسسات وفصائل العمل الوطنية أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم فيما ندد المعتصمون بممارسات الاحتلال ضد الأسرى حيث رفعوا الأعلام وصور الأسرى ولافتات مساندة لهم علينا أن ندافع عن أسرانا وعلينا أن ننقل قضية أسرانا إلى كل المحافل الدولية حتى يرون ما هي الجرائم التي يرتكبها هذا العدو اتجاه أسرانا 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 أنتم الأبطال علينا أن نقف إلى جانبهم، علينا أن نصطف خلفهم، علينا أن نرفع أصواتنا عالياً ونقول الحرية لأسرانا المشاركون في الإعتصام أكدوا دعمهم للأسرى في كافة مطالبهم الرامية لتحسين ظروف اعتقالهم في ظل تصاعد وتيرة القرارات العنصرية بحقهم من قبل إدارة معتقلات الاحتلال كما أكدوا على ضرورة استمرار الفعاليات الداعمة للأسرى على المستوى الشعبي كسياق مكمل لجهود القيادة ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس علينا جميعا أن نكون متوحدين من أجل الدفاع عن كل قضايا أبناء شعبنا الفلسطيني انتصاراتنا مستمرة بوحدتنا والأسرى الفلسطينيين بحاجة لوقف شاملة وجدي وبحاجة أيضا للحماية الدولية كشعب فلسطين والأسرة بالدرجة الأولى نطالب بالحماية الدولية لكل الأسرة من بطش وسلطات الاحتلال فعاليات عديدة ستشهدها محافظة طول كرم إحياء ليوم الأسير خلال الأيام المقبلة والذي يأتي هذا العام في ظل هجمة احتلالية شرسة على الحركة الأسيرة ومواصلة إسرائيل اعتقال نحو ستة ألاف أسير في سجونها صمود الأسرى هو حجر الاساس لانتصارهم والوقفات المساندة لهم أضحت رسالة مفادها بان ابناء شعبنا والقيادة لن يتخلوا عنهم حتى الافراج إيهاب ضمير تلفزيون فلسطين دول كرمة في لبنان التقى وفد اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين برئاسة رمزي خوري رئيس المجلس الأعلى للكنائس في دولة فلسطين متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس سعودي وأطلعه على الأوضاع في فلسطين وزر خلال اللقاء بحث المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ضوء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا من خلال ما تسمى صفقة القرن أنا بعتبر كل عمل يقام ضد الشعب الفلسطيني أو ضد فلسطين أو ضد الأرض المقدسة هو عمل شيطاني والشيطان ما بتنتظري منه غير اللي عم بيحصل ضد أهلنا في فلسطين وللأرض الفلسطينية أو للأرض المباركة المقدسة حطنا بصورة الإجراءات اللي بتتم الآن على صعيد ضم القدس و... وضم المستوطنات أراضي المستوطنات وحطنا كمان بصورة الحواجز والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وضم الجولان وهذا كله بدخل ضمن صفقة القرن وحطنا بصورة ما تقوم به القيادة الفلسطينية من إجراءات في المرحلة القادمة وما تقوم به لجنة الكنائس من خلال كنائس المشرق والهدف الأساسي هو كيفية تثبيت مسيحي المشرق في المشرق وفي الأراضي المقدسة منعت ميليشيات حماس المواطن محمد ديب صافي الذي فقد بصره نتيجة تعذيبه في سجونها من مغادرة غزة إلى الضفة لتلقي العلاج بعد أن سمحت إسرائيل بذلك هذا وكان الشاب صافي اعتقلته ميليشيات حماس على خلفيه حراك بدنا نعيش الذي انطلق منتصف الشهر الماضي للمطالبه بتحسين الاوضاع الاقتصاديه في القطاع ورفضا لممارسات واعتداءات حماس في الخليل يتحدى الطفل محمد ابو ترك اعاقته البصريه بالعمل والابداع في حرفه صناعه الخيزران ممثلا نموذجا مثاليا لكثير من الاشخاص ذوي الاعاقه محمد ابو ترك سلب البصر ليعطيه الله البصيره، يقف اليوم الى جانب حرفيي الخيزران كواحد منهم يحيك بانامله تحفا ومصنوعات مختلفه بعد ان تعلم حرفه صناعه الخيزران التي تحتاج لعمل ابداعي دقيق في هذا المعمل الحمد لله رب العالمين معي موهبه ان اشتغل في في المحل هذا نفسه والحمد لله رب العالمين بفضل من الله يعني وبفضل المحل اللي هون اتقنت هذه الشغله والحمد لله بكل اريحيه يعني. صاحب المعمل وجد في محمد حرفيه عاليه بعد ايام قليله من تعليمه الحرفه التي قل اقرانها في مختلف محافظات الوطن بعد ان بدات بالاندثار. شيئا فشيئا هاي الصنعة اللي ماتت في الخليل وموتوها أجدادنا الله يرحمهم ما علموها لغيرهم وإحنا بفضل الله عز وجل أحيناها وأحيناها بشكل صح الخيزران على أنه مهنة يدوية في قابلية لأصحاب الإعاقات أنه يكونوا يشتغلوا فيها حتى إعاقات عجز حركي أو بصري فبالنسبة للعجز البصري إحنا استوردنا حاليا اثنين موجودين عنا اللي هو محمد اللي صورته في كمان واحد بيشتغل في بيته والحمد لله رب العالمين هدول التنين اتأقلموا وبالنسبة لمحمد في البداية غلبنا لأنه أصلا يعني تتعامل مع واحد كفيف كيف بده يشتغل كيف بده يتعامل مع المنت مع الخامل اللي بده يتعامل فيها فكانت شوي غلب علينا وشويه غلب عليه بس لكن بالاراده بالاراده والتصميم ما إشي صعب لم يجد العاملون مع محمد فرقا بينهم وبينه في جوده العمل وسرعه الانتاج فكان هذا حافزا له لادماجه وتعزيز ثقته بنفسه <applause> احنا والعمال هون موجودين لشغل فن وتراث بهذا المحل محمد زينا زيه بيشتغل ما في بينه بينه ولو انه كفيف واحنا نحترمه الشغل لانه شغل عباده معامل ومصانع عده في الخليل بدات تستوعب الاشخاص ذوي الاعاقه الا ان ذلك لا يكفي لادماجهم في المجتمع وبات وجود خطه استراتيجيه لذلك ضروره ملحه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات مسؤولية اجتماعية حققها هذا المعمل الذي يمثل نموذجا للتكافل الاجتماعي من الخليل عرين العملة تلفزيون فلسطين في الشأن الإسرائيلي أفادت مصادر عبرية أن زعيمي حزب اليمين الجديد إليت شاكيد ونفتالي بينيتس يفترقان في أعقاب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي وقالت المصادر ان النائبين سيفككان تحالفهما السياسي اثر عدم حصولهما على الحد الادنى من الاصوات الضروريه لدخول الكنيسه موضحه ان إيلة شكيد قد تنضم الى حزب الليكود بزعامه نتنياهو في الشأن العربي والدولي دعت حكومة الوفاق الوطنية الليبية الجيش الوطني إلى وقف القتال والبدء في حوار سياسي ومن جهه اخرى حذر رئيس حكومه الوفاق فايز السراج من ان الحرب في بلاده قد تدفع اكثر من 800 الف مهاجر نحو السواحل الاوروبيه دعت حكومه الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا الى انهاء القتال والانتقال الى حوار سياسي مع قائد قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي خليفه حفتر وفي مؤتمر صحفي في طرابلس يوم الاثنين قال محمد سيالة وزير الخارجيه بالحكومه المدعومه من الامم المتحده ان على قوات شرق ليبيا الانسحاب من العاصمه لتمهيد الطريق لحل سياسي ونحن نرى ان الحد الادنى هو انسحاب المعتدي واتاحه فرصه ل... ل... لايقافه النار ومن ثم المضي قدما في الحل السياسي هذا هو الهدف الذي حددناه والذي نسعى عن طريق اصدقائنا وعن طريق ايضا الاتصال بالدول التي ضد هذا المسعى في تخفيف حده موقفها وندد السياله كذلك باستهداف مناطق مدنيه قُصفت المدارس بالاسلحه الثقيله وقُصف ايضا مؤخرا مخزن للكتب به الكتب الخاصه ايضا بالعام الدراسي القادم ولذلك هذا لا يربك العام الدراسي الحالي بل يربك ايضا العام الدراسي القادم هذه كلها جرائم تحرمها المواثيق الدولية وترقى لأن تكون جريمة حرب وقال مسؤولون والأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة ملايين كتاب تعرضت للتلف التام عندما أصابت صواريخ أبنية وزارة التعليم خلال القتال من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس وقالت حكومة الوفاق الوطنية إن إجمالي 475 شخصا أصيبوا في الاشتباكات بينهم الكثير من المدنيين وبلغ عدد القتلى 76 بينهم 24 مدنيا منهم امرأتان وثلاثة أطفال ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة فإن قرابة 150 شخصا معظمهم من المقاتلين لاقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 600 شخص واضافت ان القتال تسبب في تشريد اكثر من ثمانيه عشر الف شخص وادى الهجوم المفاجئ لقوات شرق ليبيا بقياده حفتر الى تاجيل مؤتمر وطني كانت الامم المتحده تعد له قبل تقدم القوات بوقت طويل وكان من المقرر ان يجمع المؤتمر بين الجانبين المتناحرين للاتفاق على خطه للانتخابات وانهاء الاضطرابات قال وزير الداخليه الفرنسي لوران نوني ان سبب الحريق الذي التهم كاتدرائيه نوتردام وسط العاصمه الفرنسيه باريس لا يزال غير معلوم وان السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفه سبب اندلاعه خساره فادحه لباريس وفرنسا جراء هذا الحريق الهائل الذي اتى على كاتدرائيه نوتردام احدى اشهر المعالم بوسط العاصمه الفرنسيه يوم الاثنين وامتد الحريق الذي اندلع في وقت مبكر مساء الاثنين الى سطح الكاتدرائيه التي تعود للعصور الوسطى، وسرعان ما التهم قمه البرج العملاق للكاتدرائيه الذي انهار على اثر ذلك ثم سقط السطح كله. وغطت سحابه دخان كبرى سماء المدينه فيما تساقط الرماد على مساحه واسعه حول الكاتدرائيه. وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر تغريدة على تويتر عن حزنه للحادث، وألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة يوم الاثنين، وتوجه إلى محيط الكاتدرائية للوقوف بنفسه على أعمال إخماد الحريق. وحاول رجال الإطفاء احتواء الحريق بخراطيم المياه، وأخلوا المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس، كما أخليت المباني القريبة. وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز في موقع الحريق انه لم يصب اي شخص جراءه، مضيفا ان من السابق لاوانه تحديد اسبابه، وذكرت قناة فرانس دو التلفزيونية ان الشرطة تتعامل مع الحريق على انه حادث. ويعود بناء الكاتدرائية التي يزورها ملايين السياح كل عام الى القرن الثاني عشر. وهي مدرجه على قائمه منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه يونسكو للتراث العالمي. رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو مطالبه الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون لواشنطن بابداء مزيد من المرونه في المحادثات النوويه بنهايه العام. بعد مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون لواشنطن بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات النووية بنهاية العام رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو طلب الزعيم الكوري الشمالي قال بومبيو أنه ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السلاح النووي قبل ذلك الموعد وردا على سؤال بشأن تصريحات كيما الأسبوع الماضي بأنه ليس مهتما بمقابلة ترامب مجددا إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بالنهج الصحيح قال بومبيو للصحفيين إن الرئيس عازم على المضي قدما دبلوماسيا وأضاف أن كيم تعهد بنزع السلاح النووي ونحن جميعا نرغب في أن تتحقق تلك النتيجة وكان التقى ترامب وكيم مرتين في هانوي في فبراير/ شباط وفي سنغافورة في يونيو/ حزيران، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات في مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية. وكان كيم قال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى يوم الجمعة من الضروري أن تكف الولايات المتحدة عن الطريقة التي تتعامل بها معنا حاليا وأن تسلك نهجا جديدا أضاف أن النتيجة التي تحققت في هانوي دفعته إلى التشكيك في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص التواصل الدولي والمحادثات مع الولايات المتحدة وفي خطاب في برينتفيل في مينيسوتا يوم الاثنين حافظ ترامب على تفاؤله بشأن كوريا الشمالية وقال إن المسألة تمضي قدما مع التزام بيونغ يانغ بتجميد التجارب النووية والصاروخية منذ عام 2017 وأكد مرة أخرى أنه يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع كيم الذي قال قبل أيام أنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات نسرين ناصر تلفزيون فلسطين قال وزير المالية التركي بيرات البيرق أنه التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك لبحث مسألة شراء تركيا لمنظومة اس 400 الروسية للدفاع الصاروخي هذا ونقلت قناه ان تي في التلفزيونيه عن الوزير التركي قوله ان ترامب تبنى وجهه نظر منطقيه فيما يتعلق بالصفقه مضيفا في الوقت نفسه انه جرى الاتفاق على زياده التبادل التجاري بين الولايات المتحده وتركيا الى 75 مليار دولار. الان مشاهدينا الكرام الى النشره الجويه مع ساره الهبه، مساء الخير. مساء الخير محمد مساء الخير ضحى مشاهدينا اهلا بكم هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين معتدلة ونشطة السرعة يومي الأربعاء والخميس يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في ساعات المساء والليل تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفاوتة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين معتدلة ونشطة السرعة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في الأيام المقبلة حيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تسيطر أجواء باردة وغائمة والفرصة مهيئة لتساقط الأمطار وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى جولة في بعض محافظات الوطن ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد نبدأها من القدس من المتوقع أن تسجل 15 رام الله أيضا 15 نابلس 14 طوباس 21 أما جنين 26 طول كرم وقلقيلية 19 وسلفيت 15 أما أريحة 25 بيت لحم 15 والخليل 16 وإلى المحافظات الجنوبية نبدأها من غزة ستسجل 19، دير البلح 20، خان يونس 19، ورفح 20، ومن محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية مشاهدينا هذه نهايه النشره والله تعالى دائما اعلى واعلم عوده الى ضحى ومحمد في الاستوديو شكرا لك سارة قبل الختام هذا تذكير بالعناوي وفود من منظمه التحرير تجوب العالم قريبا لوضعه امام مسؤولياته والاسقاط صفقه القرن العاهل الاردني يؤكد انه لا حل للقضيه الفلسطينيه الا من خلال حل الدولتين. الاتحاد الاوروبي يؤكد انه لن يعترف ابدا بسياده اسرائيل على اي ارض احتلتها. تابعنا ايضا 31 عاما على استشهاد القائد خليل الوزير ابو جهاد. إلى هنا ختام التاسعة لهذا اليوم نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء